سيد سفير، مسحه للاعبين اجريت منذ قليل، طمنا، لانه الحقيقه احنا سامعين منتخب المغرب في عدد كبير من اللاعبين، منتخب غينيا عنده عدد كبير من اللاعبين، الجابون عنده عدد كبير من اللاعبين، اكتر من منتخب، عايزين نطمن على منتخبنا، خصوصا عصام وابو جبل قبل ما يطلعوا، يعني قبل ما يجوا على هنا على الكاميرون. يعني بالنسبه لعصام وابو جبل انتوا اللي تطمنونا بقى، احنا في ما انا بقول لحضرتك قبل ما يوصلوا الكاميرون. لكن بالنسبه للاعبين هنا، يعني انا سالت، لان انا ما علمت ان ما حصلش مسحه من الكاف للتعليمات، ولا لا، ولا انا بقول لحضرتك، انا المعلومات اللي عندي حتى نهايه التدريب في حدود الساعه 6:30 تقريبا. أوكي. وقت ما انا سبت المنتخب، ما حبيتش ان انا ارجع معاهم، لان هم يا دوبك هيرجعوا اذا كانوا يعني يغيروا هدومهم والعشاء، واذا كان هيبقى في محاضره او حاجه كده، فما حبيتش ان انا ازعجهم بوجودي. نعم. وفضلت ان هم يرجعوا لوحدهم. فانا لا اظن ان حصل مسحه النهارده، ولكن من ناحيه ثانيه عايز ااكد ان في مسحه يوميه بتتم للاعبين من الجهاز الفني، في كيتس موجوده معانا جايبينها معاهم من مصر، بيتم اجراء المسحه بصوره يوميه لكل اللاعبين عشان نطمن. وزي ما بقول لحضرتك، اللي مساعدنا هو ان المنتخب المصري مقيم بمفرده في الفندق. نعم. يعني هو الفندق عباره عن 45 غرفه، احنا واخدين ال 45 غرفه، وده طبعا كمان من ضمن مزاياه ان هو بيسهل الحراسه والوضع الامني والسيطره عليها، بمعنى ان ما فيش حد يدعي ان هو رايح يطمن على نزيل او يسلم على نزيل، ما فيش نزلاء غير البعثه المصريه، فانت نزيل مين اللي جاي داخل. نعم. وبالتالي الحراسه كويسه جدا، وما فيش ما يعوق هذه المشكله. الموضوع بشكل عام ما فيهوش مشكله حقيقيه، وان كان في تواضع في مستوى خدمات كثيره جدا. احنا لازم نكون فاهمين ان احنا لما بنقارن، صعب ان احنا نقارن، واحنا غصبا عننا بحكم ثقافتنا وخبرتنا بنقارن من اللي نعرفه اللي هو مصر. لا لا، صعب يعني جدا يا فندم، صعب جدا. ولا بمنتهى الفخر احنا في مكان تاني خالص. لا لا، احنا في حته تانيه.